فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مسح الأذنين في الوضوء وإذا نسيه الإنسان، فهل وضوءه صحيح؟ مسح الأذنين من الرأس، إذا لم يمسح أذنيه ما كمل مسح رأسه، يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. نعم. قال الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، ويدخل في الرأس الأذنان، هما من الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نسي النسيان ما يسقط الواجب يا أخي، يسقط الإثم فقط، أما الواجب ما يسقط. لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة؟ لا. لو نسيت توضأ تسقط عنك الوضوء؟ لا. النسيان ما يسقط الواجب، إنما يسقط الإثم. نعم.